انا مؤطره بمدرسه الخياله، غادي لمده 5 سنين وانايا في هذا الميدان. يعني دخلت كشرطيه عاديه، من بعد درت تخصص. كان داكشي فولونتير، كان جاو لنا قالوا لنا شكون اللي باغي يتخصص. كنت منهم، حنا بالنسبه لنا اول برومو، حنا اول برومو كنا 6 البنات. داكشي اللي درنا اختاريت هاد المهنه لحقاش كتعجبني بزاف، سيرتو الخيل. انا كيعجبني الخيل وهادشي. المهم من تم اختارينا، كتبنا دوموند على اساس اننا باغيين هذا التخصص، وجينا لهنايا لمدرسه الخياله وزاولنا التخصص ديالنا اللي المده ديالو كانت 6 شهور. من بالمساعده المؤطرين ديالنا وبلي الشاف ديالنا تعاوننا وتعلمنا، وانا ما كنت كنعرف حتى شي حاجه. اول مره ركبت هنا في مدرسه الخياله، صافي. من تما دربنا وتعلمنا. كنت كنبغيه من الاول، ما كانش عندي مشكل. يعني كنت باغا انني نتعامل مع الفرس، ما كانت عندي مع حتى شي صعوبه. بالعكس، انا اللي جاني ساهل الحمد لله، ما لقيتش شي مشكل. في الاول كيطرونا المدربين ديالنا اللي هما رجال النيت المؤطرين ديالنا، ومن بعد من ولينا شادين وتعلمنا ولينا كندربوا حنا مجموعين. يعني ما كاينش الفرق، بحالنا بحالهم، نفس التدريب نفس كل شيء كاين. ولكن ما كتكوني انك متشجعه وباغا، يعني كتحاولي تفادي. وضروري بنادم هكا هكا ضروري طيح وتنوضي وهذا باش تعلمي. ماشي اي ماشي حاجه ما كتجيب ساهل. الوغ ضروري طحنا وضنا وهذا، ولكن الحمد لله كلشي دابا. انا كنقول لك كتبغي شي حاجه ديرها ما ترددش، يعني ماشي صعيب. دابا ما بقى حتى شي حاجه حكر على الرجال. تبارك الله، كنشوفوا المراه في جميع الميادين، ماشي غير في الخيل. في الخيل، في لي موطار، في جميع التخصصات الامن ولات بارزه فيهم المراه. لي فراغ كلشي، ما كاين حتى شي حاجه. اللي تبغي شي حاجه ديرها.